فاتورة ب 10,000 دينار تنجم تحصل عليهم شهرياً، والمبلغ ينجم يوصل حتى ل 150,000 دينار إذا كنت من ذوي الخبرة. شنو هو المجال اللي تنجم تخدم فيه في تونس وإلى الخارج؟ وفي فرص عمل في كامل أنحاء العالم؟ الجواب هو الكودينج أو البرمجة. علاش الكودينج أو البرمجة؟ حسب دراسة لوسيديو في فرنسا واللي شملت 10 بلدان من بينها شمال أوروبا، أمريكا وروسيا، نلقاو أنه واحد بلاد كيما فرنسا البحث على المختصين في الكودينج فيها زاد خلال 4 سنين الأخرانية بنسبة 66%. اثنين بريطانيا، زوز على 3 أعلنت طلب تشغيل يطلبوا فيها ديكودور. 3 كندا، سنغافورة وإسبانيا اليوم وصلوا استحوذوا على 50% من المختصين في الكودينج. 4 منصة لينكدين، وحسب آخر دراسة لها قامت بها عام 2024 للمهن الصاعدة خلال العام هذية، نلقاو أنه مهنة الكودينج هي من بين الأكثر 25 مهنة الصاعدة المطلوبة اليوم من قبل الشركات في العالم. ونفس الشيء بالنسبة لتونس، اليوم في تونس عندنا 28,000 شركة، منها بنوك، شركات تأمين، مؤسسة مالية، شركات كبرى وأيضا شركات ناشئة، وعدد كبير منها يخدم على البيع عن بعد. وبالتالي لهنا نفهموا الحاجة للمختصين في الكودينج أو البرمجة. وكما قلنا ملول، الكودينج صحيح يحلك فرص العمل في تونس، أما زيدا يحلك فرص العمل في الخارج. كيفاش؟ نجم اليوم تخدم مع شركات تكون خارج تونس، شركات عالمية لكنك تخدم معها من تونس، يعني فريلانس تخدم معها à distance en ligne. كما زيدا نجم تكون أنت من المغرومين بكونسيبت النوماد. شو معناها؟ تكون من الناس اللي يحبوا يخدموا مع شركات لكنهم ما يحبوش يستقروا في بلاد واحدة، يسافروا من بلاد لبلاد ويخدموا أونليني. ومن أكثر الأسئلة المتداولة، الكودينج اليوم يلزم شهادة؟ يلزمني يكون قريت في الجامعة باش نولي مختص في البرمجة؟ الجواب هو لا، لأن الكودينج اليوم مبني على سافوار فير، معناها انت شنو تنجم تعمل، شنو تعلمت تعمل، شنو تعرف تعمل. الكودينج ما يفرقش بين اللي خذي الباك والا اللي ما خذيهوش. الكودينج اليوم هو لغه عالميه، وحتى لو كان خذيت الباك ومشيت قريت فورماسيون اخرى او اختصاص اخر، فما زلت عندك الامكانيه انك تكون مختص فيه. كيفاش؟ الكودينج كما قلنا صحيح هو لغه عالميه وتنجم تتعلمه اليوم من خلال دورات تكوينيه تقوم بهم. والكودينج زيدا يوفر لك اليوم فرصه الريكونفيرسيون بروفيسيونيل. شو معناها؟ يعني انك تبدل مسارك المهني، وبالتالي تنجم تتعلم الكودينج وتبدل ثنيتك. ما لافش تستنى، قبل ما تختار وتقرر شنو باش تقرا يلزمك تطلع على متطلبات سوق الشغل وشنو أكثر المهن المطلوبة في الخمس سنين أو العشر سنوات الجاية.